السلام عليكم متابعين قناة إير بي بي تي بي كوري تكنيك براتيك على اليوتيوب ومتابعين صفحة باتيموني ترابو بي بي كوري تكنيك على الفيسبوك. باختصار ان شاء الله باذن الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش تبدا لوبونساج ديال الجرانيتو بولي. اول حاجه كديرها من بعد ما كتوجد الحجر وكتوجد الماكينه والضو، كتشرب البلاصه اللي بغيتي تبدا فيها، كتعمرها بالماء، كترشها بالماء مزيان، وكتوجد واحد 2 متر ولا 3 متر كاريه، وكتعمر وسط الماكينه واحد الماء ديال الريزيرف. ملي كتشرب ديك البلاصه مزيان كديماري على بركه الله الماكينه ديالك مباشرة. من بعد ما كتشرب يعني البلاصة اللي بغيتي تبدا بالماء، وكتوجد الكراطة ضرورية باش كتبدا تجمع الماء، تجبد الماء للجهة ديال البلاصة اللي فاش كتحكي الماكينة، وكديماري على بركة الله الماكينة ديالك، وكتيسر الأمور وكتبدا تمشي يعني بين أخذ ورد، يعني يمين يسار شمال جنوب أمام خلفي، هذا كيبدا يبان لك بلي هذيك الكوش الفوقانيه بدات كتحك وكيبان. من بعد كتمشي عليه ليفو واحد، ما كتبقاش خلي الماكينه بلاصه واحده حيت الا خليتيها غادي تبقى تدور دور دور تحفر لك البلاصه زعما تولي تحفر. يعني هذا من بين الاخطاء ديال المبتدئين اللي كيرتكبوها. وكتمشي يعني وحده وحده، والكراطه ضروري في اليد باش تبقى تجبد الماء لعند الماكينه، حيت الا كان ما كانش الماء الماكينه غادي تكرفس عليها وغتهلكها. وكما كتشوفوا يعني من بعد ان البروميير كوش هي هذه، هي اللي كتكون فيها تماره في الكونساج، هي اللي كتكون شويه قاصحه. ونتمنى الفيديو يكون عجبكم، وحظ موفق للجميع، وما تبخلوش علينا باشتراك الى عجبكم الفيديو، ومرحبا بكم في لاشين اير بي بي تي بي كوريتي.